نتكلم أيضا عن الموانئ من أجل تحقيق المنافسة إقليميا وعالميا لموانئ عمان. يفترض أن تتوفر خدمات نوعية وبنية أساسية أيضا ذات مواصفات، فما الذي تحقق في هذا القطاع؟ الحمد لله أيضا هناك تطور كبير في قطاع الموانئ في عمان، و يعني نستطيع أن نقول بكل اعتزاز الحمد لله أن موانئ عمان الآن هي موانئ بصفات عالمية، لها وجود في خارطة الموانئ العالمية، وهي محط نظر من قبل الخطوط الملاحة الدولية. الحمد لله الآن موانئ سحار ودقم صلالة هي موانئ عالمية وتستقطب خطوط دولية، وهناك يعني نجاح كبير في نوعية البنى الأساسية التي وضعت فيها، فهي تستقطب أكبر السفن العالمية، وهذا يعني مع تطور حجم السفن أصبح عائق في بعض الموانئ استقبالها، لأن كل ما كبرت السفينة تحتاج إلى عمق معين، أجهزة معينة. فالآن هذه الثلاث موانئ هي موانئ عميقة وتستقطب أي الأكبر السفن، فمعناته أن احنا كبنية أساسية متقدمين في هذا المجال. لكن ذكرنا أكثر من مرة التركيز القادم في قضية الموانئ واللوجستيات هي البنية الأساسية الناعمة أو الداعمة، وخاصة تسهيل التجارة، استخدام التكنولوجيا، التدريب والتأهيل لهذا القطاع حتى يستفيد منه، يعني رأس المال البشري ويستفيد العماني من هذا القطاع. التسويق، نحتاج نسوق مطاراتنا، فهذا احنا الحزم سميناها البنية الأساسية الناعمة، والتي فعلا يعني نعترف نوعا ما أننا نحتاج نطورها بشكل أكبر حتى ترتقي موانينا للخطوة التي تليها بعد رقيها في البنية الأساسية الصلبة، ممكن نقول بهذا الطريق. فلذلك الجهد القادم السنوات القادمة سيتركز على التكنولوجيا، التدريب، التسويق، الموارد البشرية وكل هذه الأشياء. ولهذا الغرض احنا أسسنا مركز عمان للوجستيات ودعمنا بشباب، لأنهم قريبا الأقدر على هذه العناصر كالتكنولوجيا والتدريب وغيرها والتسويق أيضا بوسائل حديثة، إن شاء الله ينجحوا في هذا الهدف. هل في دول معينة يتم يعني إرسال الشباب لهم حتى يكون عندهم خبرة في هذا المجال؟ طبعا هو يعني الأشهر من دول العالم في قضية الموانئ واللوجستيات يعني قد تكون سنغافورة وروتردام ودبي، هذه من أفضل الأماكن، وإحنا باستمرار فعلا عندنا علاقات مباشرة مع روتردام. نعم. طيب معالي، كيف يمكن أن تفتح الموانئ سوقا جديدا في حركة التوظيف؟ طبعا تشغيل الموانئ نفسه يعني بيحتاج إلى توظيف، ومستمر التوظيف فيه، وكل ما زاد الاستيراد والتصدير والتجارة بشكل طبيعي تزداد الوظائف وفرص العمل في هذا الجانب. لكن يمكن الجانب اللي احنا نحاول نركز عليه عن طريق الاستراتيجية اللوجستية انه نخلق عمان كمركز لوجستي لإعادة تصدير. يعني احنا نقول انه قد يكون عدد السكان في عمان قليل، 4 مليون نسمة، لكن بسبب موقع عمان البضاعة التي تنتج في عمان نستطيع أن نوصلها إلى 2.5 مليار نسمة حولنا. فنحاول نقنع المستثمرين أنه لما تيجي عمان بسبب الموقع وبسبب البنية الأساسية المتقدمة سوقكم كبير، سوق الأفريقي، سوق القارة الهندية، سوق إيران، سوق اليمني قريب، سوق الخليج، كل هذه الأسواق اللي حوالينا. فنريد إنشاء العديد من مراكز إعادة تصدير، فهذا النموذج اللي احنا نعتقد انه راح يخلق وظائف بشكل كبير في قطاع الموانئ وفي المناطق الحرة المحيطة بهذا القطاع. نعم. طيب
طيب كيف لنظام بيان أن يعزز وأيضا يدعم حركة التجارة من استيراد وتصدير عبر الموانئ؟ يعني تكلمنا قبل قليل بضرورة قضية التكنولوجيا واستخدامها في الاستيراد والتصدير، وهذا فعلا ما يقوم بنظام بيان، بحيث أنه يستطيع شركة تخليص أن تخلص جميع المعاملات ومتطلبات، بدل الورق تكون على نظام مرتبط مباشرة مع بداية شرطة عمان السلطانية، ولكن أيضا التفتيش والبضائع لها جهات أخرى، الصحة مثلا ممكن يفتشوا، الزراعة، البيئة، هذا أيضا كلهم ارتبطوا بنظام بيان، فأصبح نظام بيان محوري في تخليص البضائع في السلطنة. والآن نفكر في نظام حتى أشمل، انه ما يكون فقط شرطة عمان السلطانية والجهات الحكومية اللي هي تفتش، لكن سندخل جميع منظومة الموانئ اللي موجودة ومنظومة الشركات اللي تعمل في الاستيراد والتصدير، بيشمل الغير حكومي تقريبا، ويكون نظام واحد للمطارات وللموانئ وللحدود البرية، فبيكون نظام متكامل للموانئ الإلكتروني في السلطنة. ولكن بيان هو النواة الرئيسية ويتطور تدريجيا. طيب موانئ عمان وتاريخها العريق في هذا المجال، يعني تحدثت عنه كتب التاريخ ولنا أيضا قطاع كبير في هذا المجال. الآن الموانئ تستقطب يعني استقطاب استثماري عالمي، هل لموقعها الجغرافي أم للخدمات والمواصفات التكنولوجية وغيرها من الخدمات التي تملكها؟ والله حقيقة يعني هي ممكن الاثنين أو أكثر بعد، لأنه الحمد لله يعني الله سبحانه وتعالى حب عمان بموقع استراتيجي، ويمكن أجدادنا لاحظوا أهمية هذا الموقع وفعلا برعوا في التجارة وربط الشرق بالغرب من قديم الزمان، واستطاعوا أن يصلوا بتجارتنا إلى هذه الدول وأن يكونوا فعلا أسياد البحار كما يطلق علينا سابقا. فالموقع في غاية الأهمية، لكن في زمننا الآن الموقع وحده ما يكفي. إذا ما كانت هذه الموانئ على تطور عالي من البنية الأساسية، الموقع ما يفيدنا. فلذلك جاءت اهتمام الحكومة بإنشاء موانئ رئيسية وعميقة ومتطورة، والحمد لله أنجزنا هذا الجانب المهم، فأصبح عندنا الموقع وأصبح عندنا البنية الأساسية الصلبة الداعمة للرؤية بأن نسترجع أسياد البحار ونسترجع الحركة البحرية والربط التجاري. لكن أيضا الآن أصبحت الموقع والبنية الأساسية لوحدهم ما يكفي، أصبحت كفاءة هذه المنظومة هي تعتبر الأهم، بحيث أنه في النهاية المستفيد من الخدمة يحتاج يوصل بضاعته بأسرع وقت وبأقل تكلفة. يقول عندكم موقع جيد وعندكم موانئ عالمية بمواصفات بناء، لكن البضاعة تأخذ وقت فما بيجي ما يجينا. فأصبح الآن باقي الخطوة الأخيرة، وهذا اللي تكلمنا عنه، البنية الأساسية الناعمة، بحيث أن نطورها بشكل أكبر، الإجراءات تكون سريعة، تطور إلكتروني كامل. وهي صراحة يعني قصة، ما ممكن نطور احنا هذه الأشياء البسيطة إذا لم يكن عندنا يعني بنية أساسية، ويعني حسب إمكانيات السلطنة وقدراتها المالية أخذنا الموضوع بتدرج. لكن الآن المفروض يكون عاد أسرع، لأنه يعني الجزء الأصعب راح ماليا، وبقى الجزء اللي عاد يحتاج إلى فكر وجهد إداري ولا يكلف ماليا كثير.
فالحمد لله بدأت جميع عوامل النجاح يعني تدريجيا تتوافر في موانئ عمان بإذن الله، وتتضح أيضا برؤية جميلة. تم احنا عندنا بنية أساسية رائعة وأيضا عدة مواقع من موانئ تخدم أيضا استثمارات عالمية كثيرة لعديد من الدول. مع تطوير المطارات أيضا والقطاع اللوجستي والنقل والمواصلات، هل ممكن أن يكون هذا مصدر آخر أو مصدر ثاني كدخل محلي أو قومي؟ والله احنا هذا المصطلح يكون القطاع اللوجستي القطاع الثاني في عمان، يمكن سيبقى القطاع النفط والغاز يعني لفترة. وفعلا الحكومة وضعت 5 قطاعات رئيسية لتنويع الاقتصاد، السياحة والتعدين واللوجستيات والصناعة والأسماك، فاحنا دافعين بكل من يعمل في قطاع اللوجستيات انه ياخذ المركز الثاني. جميل، بعد جميل. هذا خطوة رائعة طبعا، يعني هي من باب ان تكون في رؤية وفي هدف وفي حلم كبير يسعى العاملون في القطاع لتحقيقه. ان شاء الله. لكن تحقيق هذا الهدف لن يتأتى الا بالجهد الكبير وبالمتابعة، فعلى الشباب القادم ان ياخذوا هذه الرؤية وهذا الطموح إلى الواقع، وهذا الطموح يعني جدول الزمني هو 2040، فعندهم الآن 20 سنة قادمة أن يضعوا القطاع اللوجستي في المراتب المتقدمة في البلد.